فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأيت أحدهم يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهيته عن ذلك فقال: أنا أدعو الله في المسجد وفي بيتي وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مكان. لا، عند قبر النبي لا تدعو الله، سر في المسجد النبوي واتجه للقبلة وادعو الله عز وجل، ما منعك أحد. ما أنك تستقبل القبر وتدعو، هذا لا يجوز. إن كنت تدعو النبي فهذا شرك، إن كنت تدعو الله عند قبر النبي فهذه بدعة، وسيلة إلى الشرك. نعم.